السلام عليكم يا جماعة، بداية أسبوع سعيد عليكم ومشتاقين كثير شديد. اليوم يا جماعة أنا حابة أعمل الفيديو، وزي ما أنتم شايفين في العنوان بتاع الفيديو حامشي عيادة الأسنان. أنا أوريدي مشيت أول امبارح، بس حبيت إنه أعمل تشيك أب لأسناني وأشوف، لأنه بقيت أحس إنه في ألم لمن أجي أكل حلويات او اشرب مويه بارده او حتى حاجه سخنه، فكنت بحس بوجع شديد، فقررت انه انا امشي اعمل تشيك اب في اسناني، وده ما حصل اول مره انا امشي عياده بتاعت اسنان واعمل تشيك لاسناني. والحمد لله مشيت واتفاجأت انه انا عندي 10، ملاحظين معي، 10 من اسناني محتاجه لفيلينج، واوريدي كان في ضرس واحد منتهي تماما، فلازم اني اعمل له تشيك اوف. فدي كانت صدمة بالنسبة لي، يعني أنا قبل سنتين من هسي ما كنت بحس بوجع في أسناني، أسناني كانت طبيعية شديد وكانت صحية وكانت حلوة، يعني ما كنت بحس بأي حاجة. فقبل فترة بسيطة جدا حسيت بالألم ده وقررت إنه أمشي. فعايزة أقول لكم إنه يا جماعة ما تستهونوا بالأسنان، والأسنان قلعها صعب جدا وما سهل يعني، فعشان كده انتوا تحاولوا كل فترة وفترة تمشوا تعملوا تشيك اب لأسنانكم، يعني كل سنة او مثلا 6 شهور مفترض انه تمشوا تعملوا تشيك اب لأسنانكم وتشوفوا الحاصل شنو. وكمان يعني بعد ما تاكلوا الحاجات الحلوة والحاجات اللي يعني بتبسطكم شديد، لازم انتوا تغسلوا اسنانكم كويس شديد، وبرضو قبل النوم لازم تغسلوا اسنانكم شديد، لانه الحاجة دي لو انتوا اتعودتوا على العادات الصحية بتاعت الاسنان والحاجات دي، يعني حتقي نفسكم من حاجات كثيره شديد. يعني انا ما كنت متوقعه في يوم من الايام انه اقلع ضرس او حاجه زي دي، يعني اي صح بحس بشوف الناس بتقلع ضرس وكده، بس انا ما كان بيجيني الحاجات دي، وكنت حاسه انه حتى اسناني كانت طبيعيه، ما كان في سوس، ما كان في اي شيء. ففجاه لما قررت انه انا امشي اعمل التشيك اب ده واشوف، اتصدم بالموضوع الرهيب ده، يعني 10 ما حاجه سهله، 10 يعملوا لا فيلينج دي حاجه ما سهله شديد. فعشان كده يا جماعة انتوا لازم تهتموا بصحتكم، تهتموا بنفسكم، وكمان تهتموا بأسنانكم. فاليوم حاخدكم معي في عيادة الأسنان الظريفة شديد والرهيبة، والأنا لما مشيت يعني حسيت يعني طاقة حلوة في الناس الشغالين، في السيسترات كانوا ظريفين شديد، حتى الريسبشن كان ظريف شديد. فانا حبيت انقل التجربه دي لكم، واخلي الفيديو ده مرجع لكل زول عايز يجي الهند ويعمل سياحه علاجيه، لازم تجوا عياده الاسنان دي وتعملوا تشيك اب لاسنانكم هناك، لانه بجد ناسها ظريفين واسعارها برضو حنينه شديد، حيقفوا جنبكم. يعني انا السيستر وانا بقلع في ضرسي يعني بتجي تطبطب علي وماسكه يدي كده يعني سانداني، عرفتوا؟ فكان احساس ظريف شديد. وبصراحه يا جماعه ما بس في عيادة الأسنان، يعني معظم وكل السيسترات الموجودين في الهند هنا يعني تعاملهم راقي شديد في المستشفيات، وما بيحسسوا بأنه أنت براك، يعني بيحاولوا أنه يكونوا هو جزء منكم ويطبطبوا عليكم ويساندونكم، don't worry it's okay it's okay، يعني حاجات كده ظريفة شديد. أنا يعني الحاجات البسيطة دي بتأثر فيني شديد. فعشان كده يا جماعة العيادة هي RKR Dental Clinic، يعني ناسها ظريفين زي ما قلت لكم وأسعارها حنينة شديد. وكمان يا جماعة يعني لما انت تيجي تقلع الضرس، او لما انا قلعت ضرسي قبل ما اقلع الضرس، الناس يعني رهبوا علي الموضوع، كان في ترهيب شديد انه حتتوجعي ووشك حيكون وارم وكل الترهيب الحاصل ده كله ما حصل. يعني مش بعد ما قلعت الضرس اخذت 2 انتيبايوتيك وواحد مسكن بتاع الم، فما كنت حاسه بالم خالص، والشي كان عادي، يعني تخيلي في شوية ألم بسيط لكن ما كتير خالص، ورم شوية بس، يعني ورم بسيط، ورم بسيط هو كان أول امبارح، ورم كان بسيط شديد، يعني ما بالحجم بتاع ضرسك حيورم شديد وشك حيورم وكل الحاجات دي، لا. تجربة كانت حلوة شديد، وأنا انبسطت شديد، عشان كده قررت إني أعمل لكم الفيديو ده. واليوم أنا حامشي لأول جلسة بتاعت فيلينج لأسناني، وحابة أدخلكم أخليكم معي وتشوفوا العيادة، وكمان حاخدكم في جولة فيها تشوفوا قدر شنو العيادة حلوة وناسها ظريفين، وليتس جو. نسيت اني اقول لكم يعني حاجه، انتوا لازم تعملوا سبسكرايب للقناه يا جماعه، لانه الحاجات الجايه ان شاء الله حاجات رهيبه شديد، انتوا لازم تعملوا سبسكرايب للقناه. وللناس اللي برضو عاملين سبسكرايب لازم انتوا تفعلوا الجرس، حتقوموا تضغطوا عليه وتفعلوا جرس بتاع التنبيهات عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي حنزلها ان شاء الله، وبرضو اعملوا لايك. ف
فضروري انكم تشتركوا يا جماعة. لله يا جماعة أنا خلاص وصلت العيادة زي ما أنتوا شايفين، وصراحة يا جماعة ما عندي فكرة عن أي حاجة، يعني ما عارفة حيحصل شنو، في ألم ولا ما في ألم، فدي اكسبيرينس جديدة حشوفها إن شاء الله وحجربها وبعدين حوريكم. وطبعا يا جماعة زي ما أنتوا شايفين أكرمكم الله الجزم الموجودة هنا، فكل أي زول جاي داخل العيادة بيطلع الجزمة بتاعته برا وبعدين بيدخل، ودي عادة موجودة في كل الهند، حتوريكم ان شاء الله وحتكلم لكم عنها في فيديو منفصل عن العادات الموجودة في الهند. هم في كثير من العيادات يا جماعة ممنوع من عبادته لما انت جي تدخل للدكتور انه تطلع جزمتك بعدين تدخل، وحتى في البيوت عندهم العادة دي يعني، فعشان كده حوريكم حتكلم عنها فيما بعد. طيب يا جماعة حوريكم الخدمات اللي بتقدم العيادة، هي صراحة كل الخدمات اللي بتحتاجوها لأسنانكم هي موجودة ومقدمة من العيادة بتقدمها، زي تنظيف اللثة وعلاجها وأيضا تنظيف الأسنان وتبييض الأسنان، وأيضا إذا عندكم أي مشاكل إذا عايزين تركيب لأسنان جدد برضو هم بيعملوا، إذا في فجوات ما بين الأسنان برضو هم بيملوا الفراغات دي، برضو عندهم تقويم الأسنان، وأسعارهم كلها بجد أسعار سمحة شديد، وإنتوا لما تجوا وتغرنوا بباقي العيادات حتحسوا بالفرق وحتعرفوا قد شنهم عيادتهم مناسبة لكل الناس في متناول يدكم. فإنتوا لازم لما تجوا الهند هنا أو إذا إنتوا كنتوا في الهند لازم تمشوا عيادة RKR وتعملوا تشيكب لأسنانكم، وكمان تستمتعوا بكل الخدمات المقدمة زي ما قلت لكم من علاج اللثة لعلاج الأسنان، وحتى للناس اللي بيبحثوا عن الابتسامة بتاعت بوليوت هي برضو بتعمل هناك عندهم، وفي حالات كثيرة اتعملت ابتسامة بوليوت، أيضا التقويم وعلاج الجذور، وبرضو في ناس ما بيحتاجوا إنه يقلعوا أضراسهم أو أسنانهم، بيعملوا يعني بيحشوا السن ذاته في سن تاني، يعني ما بيحتاج إنه أنت تقلع الضرس حقك. شفت يا جماعة الإحساس عبارة عن شفتوا الدربكين، بس ده دربكين صغير ويكون في الضرس وبينحت بينحت بينحت، بجد يعني الإحساس مزعج شديد، هو ما حار لكن مزعج، أنا يعني كاشة منه شديد ما بقدر أتذكر ذاتي. فالحمد لله يا جماعة الحمد لله، ده كان يعني أول مرة بالنسبة لي، إن شاء الله يا رب أحاول بقدر الإمكان إنه أهتم بأسناني إنها تكون صحية، وإن شاء الله تاني ما حيكون في سوس، الأسناني حتكون صحية، وإن شاء الله كل سنة أو كل 6 شهور حامشي للدكتور وأعمل تشيك وأشوف أسناني عشان تفادي المشكلات يمكن تحصل لقدام. فعشان كده اهتموا بأسنانكم، اهتموا بالفم عموما، هو برضو إذا عندكم في رائحة بتاعت فم ولا حاجة هم برضو بيحاولوا إنه يعالجوا رائحة الفم الكريهة وحاجات كثيرة، بيبيضوا أسنانكم نظافة، بيعالجوا لثتكم كل الحاجات دي. فهنا أنا كان ادتني الدكتورة برضو دكتورة رابية شوية نصايح، لكن المايك لقيته فصل وعامل صوت كده مزعج شديد، فعشان كده هي قالت لكم إنه أنتوا لازم تهتموا بالأسنان، وكله مرتين في اليوم لازم ننظف أسناننا، وكمان نهتم بنظافة اللسان برضو لأنه هو جزء من الفم يعني، فلازم نحنا ننظف لساننا برضو لأنه المواد الجيرية برضو بتتراكم في اللسان، وده بيسبب لنا رائحة بتاعت فم كريهة. عشان نتفادى الحاجة دي إحنا لازم ننظف أسناننا وننظف الفم كامل أو بحركة تكون دائرية، وبرضو وصت إنه لازم كله أتليست يعني مرة واحدة نحن نمشي للدكتور ونعمل تشيك لأسناننا ونعالج،
بالذات يعني دكتورة رابية كانت دكتورة ظريفة شديد، وزي ما قلت لك ما تعاملت معي تعامل حلو. أنا بشكرها جدا دكتورة رابية وكل الناس اللي كانوا موجودين. بشكر يسرى برضو، هي المساعدة وهي المترجمة للصوماليين وحتى السودانيين لأنها بتحكي عربي. برضو شكرا كتير يسرى، ما قصرت معاي برضو وهي صورتني برضو. شكرا يسرى، وشكرا لكل الاستاف. بجد البنات اللي كانوا موجودات معي كلهم كانوا جميلين شديد وتعاملهم كان حلو. فشكرا لكم جدا، شكرا لكل الاستاف بتاع ار كي ار. يا جماعة لازم انتوا تجوا، دي يسرى. يا ف ان شاء الله يا جماعة. طبعا دي اول جلسة، تاني عندي جلستين، وبرضو قرر لي انه اعمل فقرر لي انه انا اعمل نظافة ليزر كلينينج. كانت ضرورية شديد لأن اللثة بتاعتي محتاجة ليها، وده بينظف اللثة من كل الجراثيم والبكتيريا، ولازم نحن نعمله كل 6 شهور او سنة اتليست يعني مرة واحدة. فدي ضرورية شديد يا جماعة. زي ما انتو شايفين ده اليوم الثاني، اليوم الثاني ليلة الفيلم وآخر جلسة إن شاء الله. فمنتظرة لحد ما في عيان جوا يطلع، وبعد ذاك أدخل. ف يا آخر جلسة الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Abdul Rahim from RKR Dental Clinic, Hyderabad, India. We welcome you all to her YouTube channel. Say, Doctor, tell us any that advice can help us to healthy teeth, and what time should we come and make checkup for our teeth? See, basic requirement about dental treatments is that you have to get cleaning done once in 6 months. Every 6 months, whether you think you need cleaning or not, go to any nearby dentist and get a cleaning done, whichever country, whichever place you are in. Once in 6 months, you should go to a dentist and get a cleaning done. This way, if you have any small cavities also, those cavities can be taken care of. Those cavities will not become big. It will not go for root canal. All those problems can be avoided. If I have to explain to you in Arabic, then I will say, Sitta shahur wahid marra lazim yurid nazafa min daktur asnan. Haza shakal wa saghir sus mawjood, haza al waqt sawi hashwa. Ma yiji kabir mushkila, ma yurid khatla juzur, ma yurid talbiz, ma yurid itla sin. Haza shakal wahid marra, sitta shahur sawi nazafa من دكتور أسنان، وواحد سنة واحد مرة سوي نظافة بالليزر. أحسن نشان لسه وسن. Once in a year، واحد مرة من واحد سنة إلى 6 شهور ما في مشكلة. ضروري. ليش؟ إلى أنت سوي نظافة بالليزر. هذا cleaning is only for the teeth. Laser is for the gums. Whatever bacteria is there, laser will take care of it. It is like rejuvenation of the gums. It will act on the mitochondrial cells. It will improve the blood circulation, and overall oral hygiene will become better. Okay, doctor, tell us about your patient. See, from which country that? The thing is, in RKR Dental Clinic, we have 4 branches. As of now, we have 4 branches. We are situated in Hyderabad. In Hyderabad, we have 3 branches. One is in Tolichowki, Paramount Colony, gate number 4. Okay, another branch is Asif Nagar, Mehdipatnam. Another branch is in Madina Guda, High Tech City area. Okay, and another branch is in Gulbarga, Karnataka. Okay.
Okay, so we are located in all these four locations, especially in our Paramount Colony branch. We have patients who are from all over the world. We have patients who come down from US, London, Australia, Africa, especially from Africa, Somalia, Sudan, Eritrea, Djibouti. These people are very common. We, mashallah, we have been treating all these patients. We've been giving them very good prices. Alhamdulillah, all our patients are satisfied. And because one patient gets satisfied, they refer to the other people. So we are very happy treating them. Yes. So Alhamdulillah, we've been able to maintain good quality here. Okay. Nishan Talbis, 15 sana zaman mojood, ila 20 sana. Okay. Itnin. Al-Kab, doctor? Aywa. Aywa. Nishan Talbis. Al-Kab. Itnin namuna mojood, wahed ceramic, wahed zirconium. Al-Yom. الحين كل نفر يريد زركونيوم ليش هذا لاتست تكنولوجي ميتال فري اوكي فيري كومفورتبل نو اريتيشن تو ذا جمز هذا احسن من سيراميك اوكي الى انت ركب زركونيوم دايابيتيك بيشنتس ما يجي اي مشكله يا يو كان تيل ماي سبسكرايبرز ذات ان سو ذا ثينج از ان ار جست نوت جست دنتل يس In Arkea Dental Clinics, what I would like to inform you, before we used to have only dental treatments at our center. Then we decided to bring in a dermatologist in our center. And now we have a dermatologist available plus a hair specialist available. In Arkea now, earlier we were just a dental clinic. Now we have hair and skin available with us. Inshallah, we are expanding to other treatments as well. But for now, it is dental, skin and hair all under one place. You want hair transplant? Best pricing in hair transplant is available with Arkea today in Hyderabad. For around, if a person is able to spend around roughly $600-$700, we are able to help him with good new hair. Okay, PRP sessions hardly 2000 to 3000 rupees. A good PRP session can be done. That is rejuvenation for their hair. Okay, then skin treatments like chemical peels, hydrafacials, all those things are also available with us. Anyone has skin tags, they want to get treated for that, that is also available. Okay, that's so good. Inshallah, doctor, it's be another video. We will talk inshallah about hair and skin. Yes. So it's very important that we talk about, and there is many it's my friends ask me about how there is Indian have a long hair, right? Yes. So they ask me if there any oil or how can I let my hair be long, something like that. Definitely. In our next video, we will definitely discuss that and we will guide your people. Today in this dental, I will tell everyone to just go to any dental clinic. If they want to come down to India, we can help them out with visa issues and all those things. We can guide them for that. In our clinic, anyone wants Hollywood smile. Okay. They want braces, invisible Invisalign aligners. They want full mouth implants. Okay, next video I will show you some photos also. Right now I'm very busy with patients, you know that. Okay, so inshallah in our next video I will try and help you out, and I will show you different images that we have done for our patients, and any treatment related to dentistry we have it available in our clinic. Okay, thank you so much. You're welcome. Much. You're welcome, sister. هيا جماعة طيب شكرا جدا دكتور عبد الرحيم على النصائح الجميلة والنصائح القيمة جدا ياريت يا جماعة نحن نعمل بكلام الدكتور اللي بيقوله لنا ودي النصائح دي يعني بتغينا بعدين لما نحن نعمل بها بتغينا من مشاكل يمكن تكون كبيرة لقدام فيا جماعة ضروري جدا نحن نزور طبيب الأسنان أتليست مرة واحدة في السنة عشان نعمل تشيكب لأسنان وعشان كمان نعمل الليزر كليننج لأنه الليزر كليننج يا جماعة بينظف لنا اللثة من كل البكتيريا والجراثيم اللي بتكون متراكمة في اللثة نحن يوميا أيوة صح بننظف أسناننا بالفرشة والمعجون مرتين في اليوم لكن ده بينظف لنا الأسنان بس أما اللثة فضروري جدا إنه نحن نعمل الليزر كليننج عشان ما ينظف لنا كل الجراثيم والبكتيريا اللي بتكون موجودة في اللثة وكمان يا جماعة الطريقة بتاعت نظافتنا لأسناننا واستخدامنا للفرشة يا جماعة لازم تكون بطريقة دائرية نحن ننظف البشرة عشان عفوا
الأسنان عشان تطلع لنا كل المواد الجيرية اللي بتكون موجودة في الأسنان بحركة دائرية وكمان برفق شديد، يعني ما نكون عنيفين على أسناننا وعلى لثتنا لأن هي بجد منطقة حساسة شديد. فنعمل الحاجات البسيطة دي وإن شاء الله يعني ما حتكون عندنا أي مشكلة، ولكن ضروري إنه نحن نزور الطبيب مرتين أو مرة في السنة عشان نتأكد من صحة أسناننا. وكمان يا جماعة اختيارنا للمعجون المناسب وللفرشة المناسبة دي كلها حاجات بتساعدنا إنه إحنا ننظف كل أسناننا، وبعد يوم طويل من الأكل والشراب الساخن والبارد وكل شيء عملناه في خلال اليوم لازم لما نحن نرجع ننوم لازم ننظف أسناننا بالفرشة والمعجون وننظف بطريقة دائرية عشان نتخلص من كل التراكمات اللي بتكون خلال يوم كامل. دي حاجات ضرورية وأساسية جدا نحن لازم نعملها عشان صحة أسناننا وعشان نفسنا كمان يا جماعة. زي ما قال لكم الدكتور إنه هم عندهم 4 فروع، في واحدة في ولاية تانية و3 فروع هنا في حيدرابات في تلشوقي في باراماونت جيت نمبر 4، ودل الكلينك اللي أنا مشيت له والموجودين أغلب الأجانب السودانيين والصوماليين وحتى يعني معظم أفريكا أريتريا وكل ديل، وحتى من المقيمين في دول تانية في US في لندن في أستراليا في كل الحتات دي بيجوا عشان يتعالجوا برضو عندهم، كمان في آسف نجر، كمان في هايتك سيتي، وأيضا في مهد فيتنام. لكن أكثر السودانيين وغير السودانيين اللي بيجوا هم في باراماونت في جيت نمبر 4. فأنتوا إذا عايزين تجوا العيادة و تستفيدوا من الخدمات اللي بتقدمها وكل الحاجات دي، فأنا هاخد لكم اللينك البيج حق الدنتل في الانستغرام، ادخلوا عليهم وشوفوا شنو الخدمات التانية اللي هم بيقدموها ويتعاملوا معاهم. بجد يا جماعة زي ما قلت لكم وزي ما قال لكم الدكتور ان هم بيتعاملوا مع الاجانب ديلو بيدوم اسعار مناسبه شديد واسعار زي ما قلت لكم حنينه، وكمان قولوا لهم انه انتم من طرفي انا فحيظبطوكم ان شاء الله. وكمان بشره لكل الناس البنات اللي بيهتموا بالبشره اللي بيهتموا بالشعر ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. هي RKR Dental Clinic هي ما بس دنتل، هم كمان بيهتموا بالشعر عندهم بالبشرة كل الحاجات دي، وفي يعني تريدمنت كتير بيعملوها في الحالتين ديل، وفي حاجات لسه بس الحاجات الموجودة هسي هم حيتعرفوا على شعركم نوعه شنو وحيوروكم شنو المشكلات اللي بتواجه شعركم وكيف انتوا تتخلصوا من المشكلات دي، حاجات كتيرة ان شاء الله. وبرضو السكين كير ان شاء الله في فيديوهات جاية حنتكلم عنها بصورة واسعة والدكتور كمان حيفيدنا اكتر. الحلقة دي انا خصصتها للاسنان لانه زي ما قلت لكم دي زيارته الاولى للدكتور الاسنان، وانه عملت الحشو وعملت قلعت ضرس، فدي الحاجة اللي انا الخدمة اللي انا عملوها لي وبجد عجبتني شديد وتكيفت، وقررت انه لازم اعمل فيديو اوري كل الناس انه يستفيدوا من الخدمات اللي بيقدموها، وغير انه تعاملهم حلو شديد وراقي اسلوبهم ظريف. فكنت مبسوطة جدا بالتعامل معهم يا جماعة، فانتوا كمان امشوا شوفوهم وصدقوني حتنبسطوا شديد. ده كل اللي عايز اقوله لكم هسي، ان شاء الله في الفيديوهات الجاية حنتكلم عن حاجات تانية زي ما قلت لكم وبصورة اوسع ان شاء الله، لحد ما الاقيكم في فيديو جاي. مع السلامة، peace.